اخد واحده معلقه من دينه معلقه من دينه مش هينفع الدين. طول الجو عاملين ان شاء الله هنطير طياره غابتين مش عارفه تطير ولا ايه، وفي طياره اربع غابات طايره هناك. خلي ياسين ويوسف يصيدوه ونشوف الطعم وغابتين هتكسب ولا الطعم اربع غابات. لو لقيت واحد هيصطاد ياسين ويوسف هطير انا وهاخد منهم واصطاد ان شاء الله. يعني مش هاخد منهم الا في اخر اي حته خالص، لو جابني بقى يبقى ايه احنا وحظنا بقى. سيب ياسين ويوسف معاه للاخر. ساعاتي بقى كله بالحب. ايه ده ليه يا عم؟ ده بتصير بالصلاة على النبي. بس هو كان فيها وهنا جديد حالة اهو يا عم. بتطير يا عم وبتسافر كمان يا عم، مالك في شيف؟ السلام عليكم. يلا مش هتعرف تسال انت تجيب الغلط على الطيارة. على فكرة هنشبك فيه ازاي؟ ده ايه ده على الاتنين؟ ده معاخد بالهبل. يلا اما نشوف هنصطاد ولا ايه. يا رب شوية على حلوين ونشوف. عايزكم تجيبوه بقى ما تشمتوش فين. يلا هتروح ان شاء الله. يلا واحد اه سافرت على طول على المريخ. الديل بتاعها مشبوك بس هيتسلك ان شاء الله في الجو. مش عارف بتمين ميلة وحشة، بتمين ميلة وحشة بسبب الديل متلخفن. هيتسلك ولا ايه؟ هيتسلك ولا ايه؟ مش عارف، مش عايز يتسلك لحد دلوقتي. هلمها واسلك الديل. يلا وطرت الحمد لله. واحد نرمي 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 هشبك لهم فيه واديلهم على طول. هم عايزكم تعلقوا في خيطكم مش هو اللي يعلقكم. انتوا سامعين؟ هتعرف تميل انت وتشبك؟ خد يلا ميل وجبه. ميل اوعى كده اما اشبك لك اني فيه بس على طول كده اهو. يلا واحد بقى اوعى كده. سيب الخيط خالص، سيب لي الخيط، سيب لي الخيط. انا بميل اهو، بميل اهو. يلا تعال تعال خد ياسين. يلا يلا تعال اخلص ياسين. عملنا مقص بس لسه مش شابكين في بعض. هلم اهو واخده رسله، اخده واحده معلقه من دينه معلقه من دينه مش هينفع الدين. الضغط انضع والغبي الغبي هيضيع الغبي هيضيعهم في صالحه في صالحه. بص الضغط عامله ازاي اصلا، الضغط عامله ازاي. انا اللي وافقه بيه هيقلبه في البيت، هيقلبه في البيت. اسيب له اسيب له عشان ما يشبكوش. انا رميت له طبعا، انا كنت مرجعه واو جايبه ناحيتي. جبنا الطيارة ايه، انا رميت له الخيط اصلا يعني انا رجعته كده الاول بس انا رميت له الخيط عشان الطيارتين ما يدعوش. وسلكنا الطيارتين من بعض تحت وهو سلكهم وربطنا الطيارة وجبناها. وكانت اصلا كنت بتدي لياسين ويوسف يلمه لكن ما لحقتش لانه اتعلق في خيطي. كنت عامل حسابها هنسله ونكمل بس ده ما حصلش. فان شاء الله مرة جاية ان شاء الله نعمل مصيدات ثانية بياسين ويوسف باذن الله. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام.